الله أكبر. 28/12/2012 أثار البراميل المتفجرة في جبل الأترات وأثار الدمار. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. 28/12/2012 أثار براميل التي أنت في جبل الأكراد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. 28/12/2012 أثار براميل تي أن تي أثار براميل العصابات الأسدية في جبل الأكراد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. أسأل براميل التي أنت في جبل الأكراد 28/12/2012 الله أكبر. 28/12/2012 إلقاء البراميل في جبل الأكراد على مصيف سلمى وأثار دماره. الله أكبر ولله الحمد.